يقول تجمعوا بالوفاء والرابط الديني، ما بينهم فرق والراية خليجية، حتى لو انهم اماراتي وبحريني يستشهدوا كلهم دون السعودية. عليك. اما القصيدة تشرفت بإلقاها امام الملك حمد بن عيسى الخليفة. الله النعم. استاذ تحية، استاذ تحية، استاذ الطيب جميل. يقول للشعر غابة من دخلها ما طلع منها سليم، والشاعر ما كان مبدع شعر ولا ما سلف، دخلتها قناص والإبداع قدامي غريب، ولا دخلت إلا يديني قوس وبياتي سهل. ما عليك زود، وها أنا أمامكم والشعر لعيوني نديم، مرسل قصيدة وإن سألت من يكون المستلم، حمد بن عيسى بن سلمان قائدنا الحكيم، تفاخروا يا شعبنا باسمه. حمد بن عيسى بن سلمان قائدنا الحكيم، تفاخروا يا شعبنا باسمه، ورفرف يا علم ملكتنا بالعدل والإخلاص يا الحر العديم، إلا ملكت قلوبنا بالحب من قبل الحكم، وتبقى يا ابو سلمان حاكمنا، وحبك في الصميم ومواقفك ما هي بحاجة ذكر، تعرفها أمم، يشهد لك العصر الحديث ويشهد العصر القديم، وتشهد الوقفاتك يا ابو سلمان عاصفة الحزم. أنا أشهد أنك تشهد الوقفاتك يا ابو سلمان عاصفة الحزم، انا اشهد انك قلتها لاخوك في الليل العتيق سلمان بن عبد العزيز، ابشر يا سلمان الحزم. انا اشهد انك قلتها لاخوك في الليل العتيق سلمان بن عبد العزيز، ابشر يا سلمان العزم، حنا معك يا ابو فهد على المعادي والخصيم بجنودنا والطائرات اللي على رؤوس القمم، كفوا يا قوات التحالف واردوهم للجحيم، يوم اجتمعنا ما بقى بخصومنا ولا خصم، خليجنا واحد على الإرهاب يبقى مستقيم، لو الجبال بتنقسم خليجنا ما ينقسم. اي والله ما ينقسم، لو الجبال بتنقسم خليجنا ما ينقسم. قلنا لكم، قلنا لكم سمعا وطاعة من زعيم الى زعيم، ولا العدو بنقول له اجلس مكانك وانكتب. هذه علوم الشاعر اللي عاش بحبك يهيم، واستأذنك يا سيدي بيتين من قبل أختك، أقسم برب الكعبة أن تبقى وسط صدري مقيم، ونذرا علي لبقى عزيز وفي ولائك ملتزم، نذرت لك يا سيدي وقسمت بالله العظيم، والله لو أني عسكري وقفت وديت القسم. حسانك والله يدين أمننا ورؤسائنا، لو قدمنا لهم من هنا لين بكرة ما وفتهم الحروف كلماتهم أو أفعالهم. أبو عبد الله عندك إعلان؟ في إعلان.